جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يغالي بعض الناس شيخ صالح في الأضحية، ولا سيما إذا كانت مما يسمونه بالسبالة، فيشتري الأضحية بمبالغ قد تصل إلى 1000 أو أكثر. هل من توجيه حفظكم الله؟ الأضحية هي تختلف قيمتها باختلاف السعر في أيامها، ولكن الغالات والمبالغة لا تنبغي، وإنما يحرص على المجزي والنافع. فما كان أوفر لحما وأطيب فإنه أفضل. نعم.